الحجة الغائية جدلية تجريبية على وجود الله، عادة ما بتعتمد على تحديد سمات وخواص تجريبية في الكون. من الممكن إنها تشكل دليل على وجود تصميم ذكي بيتطلب وجود عميل عاقل ذكي قادر، وبيستدل على الله كأفضل تفسير منطقي للسمات والخواص دي. عائلة الحجج دي بتكتسب اسمها من الغاية أو الهدف، اللي بيعد أحد أهم السمات المرتبطة بفكرة التصميم، المدفوع عادة بهدف أو غاية ما قصدها المصمم. التطبيق الاستقرائي للتصميم بيفترض سلفاً إن هناك سبب للاعتقاد في وجود عميل ذكي. التطبيق بيساعدنا إننا نفرق بين إيه اللي العميل قام بيه من اللي حدث بفعل الصدفة. لو كنا على معرفة سابقة مثلاً إن في كائنات قادرة على التزوير في الانتخابات، إذن الاستقراء بالتصميم بيساعدنا على تحديد إن كانت نتيجة الانتخابات شرعية بالصدفة ولا في تدخل من عميل ذكي صمم النتيجة النهائية. بنفس الصورة، لو عندنا بالفعل سبب مقنع للاعتقاد في وجود الله، إذن الحجة من التصميم هتساعدنا على التفريق بين خواص الكون اللي حدثت نتيجة عمل الطبيعة أو الصدفة البحتة، وخواص الكون اللي حدثت بتصميم من الله. بكل تأكيد لو كنا بالفعل مقتنعين أو مؤمنين إن في وجود لله وإن الله خالق للكون، إذن هنكون مبررين في الاعتقاد إن الله وراء تكوين الكون وضبط خواصه بدقة، بدل من الاعتقاد إن الضبط الدقيق ده كان نتيجة الصدفة. إذن الحجة من التصميم ببساطة ما بتقومش بالوظيفة اللي صممت من أجلها، وهي إثبات وجود الله، لأنها بتتطلب افتراض وجود الله علشان الحجة تتسق منطقيا. الحجة وكذلك باقي صور الحجة الغائية لا تستطيع الوقوف مستقلة بذاتها لتبرير الاعتقاد في وجود الله، لأن إثبات وجود الله هي نفسها القضية محل البحث، في حين أن الحجة من التصميم لها تطبيقات عدة في مجالات زي القضاء، البحث الجيولوجي، التاريخي إلى آخره، إلا إنها غير قادرة على إثبات وجود الله بشكل مستقل. ودلوقتي تأمل التركيب البديع لعينيك. هل الجهاز الدقيق ده ظهر عن طريق الانتقاء الطبيعي وعوامل الصدفة البحتة، ولا صناعة عميل ذكي مبدع؟ إزاي من الممكن إن الكائنات اللي بتفتقد للمعرفة تتصرف نحو غاية ما؟ وهل نظرية التطور كافية للإجابة على سؤال الغاية بالإضافة لكيفية التنوع؟ ويا ترى العلم حيصل لسر الحياة في يوم ما؟ وإزاي من الممكن نفسر ظاهرة انضباط الكون الدقيق؟ لكن لو سلمنا فعلا إن التصميم أفضل تفسير للوجود، مين يا ترى صمم المصمم؟ فكر تاني.